كل شيء يعني هادو مسائل هاد هذا الابتدائي اللي هو جائر وظالم بالنسبه لنا اللي ما راعاش الادب. الحكم اللي صدر في المحكمه الابتدائيه ما كانش لصالحنا، وهذا كيدل بان حتى الاجراءات ما كانتش في النصاب ديالها. علاش؟ لان ديجا الملف ديالنا كامل مستوفي، فيه شهود اللي ما تمش استدعاء ديالهم، ما دارش تحقيق معنا حنا اللي حنا مختص يعني عندنا علاقه بالموضوع مباشر. حنا دابا كنتاجهوا للسلطات المعنيه بخصوص ان القضيه ديالنا دابا انتقلت للاستئناف، لان حنا طعنا في الحكم الابتدائي لان اللي ما نصفناش. كنطالبوا السلطات العليا باسم القانون، بما اننا في دوله الحق والقانون، وبما ان السياسه ديالنا اللي بطبيعه الحال الديمقراطيه في البلاد تحت السياده الساميه والرشيده لصاحب الجلاله محمد السادس، بغينا اللي نصفنا ما يضروناش، يحكموا بالعدل، يشوفوا يعني الاجراءات القانونيه كيفاش غتتابع في الاستئناف، يطالبوا بالاستماع للشهود لانهم كانوا حاضرين وشافوا اشنو وقع وينصفونا. هذا الشيء اللي طلبناه، يعني ما كنطلبوش شي حاجه اللي هي غير قانونيه. وعاش الملك. دونك حنا نورمال حنا واحد 15 ديال الناس اللي تعرضنا لواحد الطرد تعسفي من طرف الشركه اللي كانت اتينتو اللي كولات اليوم انتلسيا اللي تبعت من بعد. دونك حنا لا بلوبار فينا الاغلبيه راهي ديباس لونسيتي ديالهم واحد 17 ans. دونك تعرضنا لواحد الطرد تعسفي في واحد الظروف اللي فريمون اللي كتمس بالكرامه ديالنا بواحد الطريقه اللي غير لائقه وماشي اومان كاريمون. دونك حنا اللي درنا اليوم هذا الفيديو سي باش نوصلوا الصوت ديالنا للسلطات المعنيه والناس المسؤولين في هذه البلاد، لان كنتفاجئوا من بعد بان جانا واحد الحكم في المحكمه الابتدائيه اللي في صالح الشركه بدون الاستماع لا للشهود لا ما تمش حتى الاستدعاء ديال الاطراف المعنيه اللي هما حنايا. لا حتى شي واحد يعني حتى شي واحد ما سولنا اشنو المشكل اللي عندكم، ما تطلبوا لا وثائق لا ناس اللي شاهدين لا حتى شي حاجه، مع العلم ان حنايا الطرد ديالنا كانوا بشهاده ديال المندوبين ديال العمال، كانت كانت المفوض القضائي اللي حتى هو دون هذا الشيء كامل، الواقعه كانت مدونه مزيان، كان عندنا المحضر ديال المفتشيه ديال الشغل، يعني كان طرد تعسفي اللي واضح وبين، وكنتفاجئوا في الابتدائيه كيتحكم بلا ما يعني ما تخات بالعين الاعتبار حتى شي حاجه. اليوم كنديروا هذا الفيديو وحنا باش نوصلوا الصوت ديالنا الناس المسؤولين، لان حاليا الملف ديالنا راه هو كاين في الاستئناف، وكنتمناو باش انها تخات بعين الاعتبار هذه المسائل كامله. دوزنا اكثر من القليله واحد 15 17 سنه في هذه الشركه هذه، ويعني ملي كنقولوا 17 15 يعني الناس عندها اسر، ماشي غير اسره واحده، ملي كنقولوا اسر يعني راه عندك وليداتك عندك امك عندك باك. واللي نخبركم به عاوتاني ان هاد الناس ماشي ناس عاديين، وانما ناس عندهم شهادات وكفاءات عليا، اللي كيف ما قالت الاخت ديالي بانه الصديقه ديالي بان هاد الناس هادو حنا اللي بنا لهم هاد الشركه على ظهرنا باش طلعت طوبه طوبه، حيت فاش جينا كان ديك الساعات يلاه كان التراب باش حطينا لا دومود ديالنا باش دخلنا نهار الاول خدمنا فيها، وعلى ظهرنا تبناو شركات اخرى في المغرب نيت اللي هي في مكناس في تطوان وفي طنجه. وفي الاخر كنتفاجئ بين هاد الناس كيقول لك سيروا حسن عيطوا لكم، يعني شنو يصير تنعيط لك؟ انا ما يمكنش نخرج بلا ما تعطيني وثيقه انني غيكون عندي كونجي او غيكون عندي يعني شي حاجه اللي تدل على انك راه باقي مخدمني. دونك هذا كيسمى طرد، انا بالنسبه لي كيتسمى طرد تعسفي. مني كنمشيو للمحكمه ما كنلقاوش ان هذيك الناس نصفونا. علاش؟ لان الملف كيجيو كيتسد هكذايا بلا ما كيدار لا بحث لا شهود، جلسه مغلقه، حنا ما كناش كنحضروا بحكم انه كيقول لك لا ماشي ليس بالمهم انك تحضري. كان جا العون، كان جا مفتشيات الشغل، يعني كنا غاديين في الملف ديالنا. حنا بالنسبه لنا كان تيبان بانه حنا مظلومين وتيخصنا نتنصفوا، كنتفاجئوا انه ما تنصفناش، ودابا كنطالبوا بان يكون حكم عادل عادل، لانه بدون حكم او بدون محكمه عادله مجتمع ضائع.